السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدي الأكارم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم، رمضان كريم عليكم، ونحن في بداية الأسبوع الثاني من الشهر المبارك. مرحبا بكم كثير كل يتابعونا من داخل ومن خارج السودان عبر فضائية الشروق. البرنامج على الهواء مباشرة من الأحد وحتى الخميس، بيكون فيه كل المستجدات فيما يتعلق بالكورونا من إحصائيات وكل ما يتعلق في المجالات المختلفة أو الاتجاهات أيضا المختلفة، سواء كانت طبيا صحيا سلوكيا اجتماعيا وحتى على مستوى الرياضة. كل الموضوعات اللي احنا بنربطها بالكورونا لتقديم الفائدة للمشاهد الكريم. ختمنا الحلقة يوم الخميس الماضي وكان عندنا أمنيات كبيرة جدا أنه الأعداد تقل ونصل إن شاء الله لرقم زيرو كورونا، ولكن للأسف يعني في المساء يوم الخميس كان ظهور 67 حالة كورونا، اللي هو كان 30 أبريل. يوم الجمعة 1 مايو كانت الصدمة الكبيرة لكل الناس، إنه 91 حالة كما أعلنت وزارة الصحة الاتحادية. ويوم السبت 2 مايو ظهرت 59 حالة، اللي هو ده بالأمس، يعني من يوم الخميس الساعة 3 ظهرا وإلى الآن يوم الأحد الساعة 2 ظهرا كان عندنا 217 حالة كورونا جديدة أو حالة إصابة جديدة بالكورونا. وفي وفيات كل يوم من الأعداد دي بيكون عندنا عدد وفيات ما بين 2 إلى 5 عدد من الوفيات. التشافي طبعا بيحتاج لزمن عشان المريض يعني أنه تظهر مقاومته هو للمرض أو ياخد، هو طبعا ما في علاج، اللي هو البنادول والدربات اللي بياخدها لتغذية الجسم وزيادة مناعته أكبر. وبعد كده لو لا قدر الله احتاج لتنفس أو الفيروس وصل للرئة بيكون محتاج لجهاز تنفس عشان يدعم نفسه ويدعم يعني جهاز التنفس ويقدر هو يتنفس بطريقة طبيعية. دي لكل الحالات وكل المرضى. إن شاء الله ربنا يشفي الجميع، وحابة كمان يعني أقول إن شاء الله ربنا يشفيكم لزملائنا الإعلاميين. بدأت تظهر إصابات يعني واضحة وضوح كبير، زميلة سوزان سليمان وزميل محمد عثمان إصابتهم كانت الجمعة، ظهرت عليهم الاثنين، إن شاء الله ربنا يكتب شفاهم، وإن شاء الله بتمنى إنه حياتهم كانت صحية زي ما أنا عارفاها، وإنه يقدروا يقاوموا المرض، جهازهم المناعي يكون قوي ويقدروا يقاوموا المرض بشكل كبير. في حالات برضو زميلنا حذيفة، هو كان مخالط لحالة زوج عمته وتوفى بالكورونا، هو مخالط له، إن شاء الله ربنا يكتب له الشفاء ويقومه بالسلامة. وكل يوم بنسمع بحالات، وللأسف برضو في ناس بتقول لك ما مقتنعين إنه في كورونا، وللأسف في بعض الأحياء زي ما عرفتها عندهم حالات كورونا لشباب وهم مغطيين عليها. ليه؟ بقول لك والله خايفين على سمعة الحي، أو خايفين، ما عرفهم خايفين من شنو بالضبط، المفروض يخافوا على نفسهم، تخيلي الأولى خافوا على أسرهم. يعني أنا تخيلين إن إحنا ما عارفين إنه أكبر من الإحصائيات اللي إحنا بنقول فيها دي. يعني وصلنا بالليلة إجمال الإصابات منذ بداية الإصابة من أول حالة ل 592 حالة، 592 حالة إصابة بالكورونا، وصلنا ل 41 حالة وفاة. ال 41 حالة وفاة بالكورونا، في واحدين بعد ما يتوفوا بياخدوا منهم عينة بيفحصوا ليهم، بيكتشفوا بعد وفاتهم إنه كان عندهم الكورونا. يعني الموضوع ما هزار، يعني الموضوع بجد كبير وخطير، ما هزار يعني، محتاج لجدية أكبر من كده مننا. يعني اليوم يمكن أنا كان ملاحظة الأربعاء والخميس الماضي إنه كان في حركة في الشوارع زايدة، الليلة الحمد لله شوية لاحظت إنه في عدد قليل من العربات هم المتحركين، يعني ما بالتزايد اللي كان حاصل الأسبوع الماضي. يمكن الناس بدأت تخاف، الناس بدأت تعمل حساب أكبر أو أكثر من كده. دور كبير كمان بيقوموا به وشبابنا اللي هم الأطباء الممرضين الموجودين في المستشفيات، نحن لازم نحييهم في كل حلقة، لأنهم بيطلعوا من بيوتهم ما عارفين ممكن يرجعوا سليمين، دي إذا رجعوا بالأيام ما عارفين حيرجعوا سليمين أو حيرجعوا هم يحملوا معهم الفيروس ده. عندهم أسر في بيوتهم، عندهم أطفال، عندهم أمهاتهم معهم في بيوتهم، هم ما عارفين ممكن يتصابوا، ممكن يصيبوا أحبابهم، ولا ممكن يرجعوا سليمين. فده كله عشان صحتنا نحن، عشان يقدروا يحمونا سواء كان من مرض الفيروس دي أو من الكورونا أو
من الأمراض الأخرى، لأن في ناس برضو بتحصل لها مشاكل كبار السن والأمراض المزمنة، بيكون عندهم مضاعفات أحيانا مع الشهر الكريم وبيحتاجوا لرعاية طبية. فبنلقى إنه الأطباء والجيش الأبيض بنلقى الأرقام المتوزعة وحايمة في الواتساب، كل الناس شافتها، وفي وسائل السوشيال ميديا. 221 كمان ده الرقم السريع للطوارئ للكورونا. عندك أي حالة أنت بتشتبه فيها تتصل على 221، ما تقول ما بردوا علي، تضرب مرة ومرتين وثلاثة لحد ما هم يردوا عليك. ممكن الضغط يكون عليهم كبير، يعني لحد ما أي حالة تبلغ ويتجهوا لأي حالة في البيت ويشيلوا منها عينة ويدوها نتيجة ثاني يوم أو ثالث يوم. يعني الحاجة دي بكونوا عملاء كتير جدا يعني، وفي أحياء مختلفة، فبكون الضغط عليهم كبير. دي غير الحالات المؤكدة الممكن تحتاج أنها تنتقل للمستشفى، وفي حالات مؤكدة بتحجر نفسها داخل المنزل عشان ما يعادوا كمان أفراد الأسرة الموجودين معاهم في البيوت. الموضوع كبير وخطير وما سهل، محتاج لجهود أكبر. وزارة الصحة الاتحادية كمان بتقوم بدور كبير لتوعية المواطن، يعني الوقاية من كورونا أفطر في بيتك، رسالة واضحة جدا. متعودين احنا طبعا في الشهر الكريم ده انه عندك صينية تطلع برا البيت وعندك صينية جوا البيت، تمشي تفطر عين خالتك فلان وعين عمتك وعين بيت خالتك وفلان حاصل لها ظرف. الاشياء دي كلها نحن السنة دي لازم نوقفها، حتى لو انت قمت بيها في الاسبوع الاول اللي انتهى من شهر رمضان نوقفها في باقي الثلاثة اسابيع الجاية. القرار بيدك، تقعد في كنبتك في بيتك مرتاح ولا تمشي ترقد في سرير في المستشفى والدريب مركب. وطبعا ما حتلقى لك غرفة لحالك، حترقد انت ومعك مجموعة من الناس وقاعدين في مكان واحد، ممكن تلقى العناية الكافية وممكن ما تلقى مع الضغط الكبير الحاصل ده. الجيش الأبيض زي ما قلت لازم احنا في كل حلقة نحييه في بداية الحلقة أو في ختامها، لأنه بقوم بدور كبير جدا. يعني لما تاخد نفسك انت في مكان واحد من الأطباء وتشوف انت مفروض تعمل شنو بتقوم بشنو، جهد كبير ولازم نحن نعاونهم عشان ما نفقدهم. يا جماعة بقاونا في العمل لأجلكم، نرجوكم أبقوا في بيوتكم لأجلنا. رسالة واضحة جدا وكلمات قوية وواضحة جدا لكل شخص هو بيشوفها. أبقى في البيت بس عشان تساعدهم وتساعد نفسك. اليوم كل التحايا، كل الأطباء، كل الممرضين، كل قبيلة الأطباء في كل مكان بيقوموا بدور كبير جدا. نحن نساعدهم عشان ما نفقدهم، لأنه لو فقدناهم حيكون عندنا نقص كبير جدا، وكفاية النقص اللي عندنا في بقية الأدوية والمستشفيات والغرف وغيرها من المشاكل. معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي والأستاذ محمد علي فزاري. مرحب بك أستاذ محمد. مرحب بك ورمضان كريم عليك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. مرحبا كثير ورمضان كريم عليك إن شاء الله. بنحييك كمان، كل عام وانت بخير. اليوم العالمي لحرية الصحافة 3 مايو. أستاذ محمد، التحية والتحية لجميع الصحفيين على نطاق العالم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة 3 مايو. بالتأكيد هو يعني يوم معروف في كل نطاق العالم يحتفل فيه الصحفيين والصحفيات باليوم العالمي لحرية الصحافة. نعم. مع ظروف اليوم العالمي ده 3 مايو، هل الصحافة فعلا ماخذة حريتها بالشكل الكامل إذا كان في الموضوعات كلها أو في الحديث عن الإصابات بالكورونا، الإحصائيات، الأرقام وغيرها؟ الحرية الصحفية بالتأكيد يعني شكلت نوع من القفزة في الفترة الماضية، يعني في العام 2013 على المستوى المحلي. السودان حقق يعني الكثير من الحريات وإن لم نصل إلى المستوى المطلوب، ولكن عالميا طبعا نحن نرى والسودان كذلك جزء من العالم جائحة الكورونا التي يعني قيدت الكثير من حرية الصحافة والإعلام، وكأنها استبدلت الطغاة بأنها تكون هي المقيدة الآخر للحريات. كنا في الماضي نشتكي من نظم غمعية وقوانين مقيدة للحريات، ولكن جاءت جائحة الكورونا وما صاحبتها من إجراءات طوارئ صحية عالمية وضعت الصحفيين أمام تحدي كبير. كذلك الصحفيين هم الآن في الخطوط الأمامية في التوعية بجائحة الكورونا وغيرها، ومع القيود الأمنية ظلت هي تحدي آخر يواجه الحريات الصحفية في العالم. والسودان أيضا نحن نرى الكثير من الصحفيين يتعرضون لمضايقات وغيرها،
هذا طبعا كان يحدث بصورة مستمرة في العهد البائد، ولكن يعني من المؤسف أن تحدث هذه الممارسات في نظام ينشد الديمقراطية والدولة المدنية المنشودة، إغلاق العديد من الصحف والقنوات ومن بينها قناة الشروق، ونحن نحيي العودة الميمونة لقناة الشروق، هي واحدة من أذرع إعلامنا السوداني، ونحن نحتاج لأي صوت ولأي يعني مؤسسة إعلامية لكي تقوم بالتنوير في هذا الظرف العصيب الذي يمر به العالم بأسره من جراء جائحة الكورونا. بتأكيد اليوم العالمي للحريات الصحفية يؤكدنا بأننا هنالك الكثيرين من الصحفيين حول العالم فقدوا أرواحهم، 25 صحفي أو 55 صحفي على مستوى العالم فقدوا أرواحهم جراء هذه الجائحة، جائحة الكورونا، من حوالي 23 بلد حول العالم. نعم، يمكن ده المحور اللي كنت أنا متجه عليه، في أنه وجود الصحفيين والإعلاميين دائما في موقع الحدث ونعتبرهم خط دفاع ثاني يعني بعد الجيش الأبيض والأطباء، بيخليهم عرضة أكثر للإصابة. يعني سمعنا وشفنا كثير من الحالات، منهم الزميلين المذيعين سوزان ومحمد وغيرهم ممكن يكون من الصحفيين السودانيين، فشنو ممكن يقوموا بالاحتياطات اللازمة في نفس الوقت يقوموا بدورهم على أكمل وجه؟ والله أنا أعتقد أنه ده سؤال مهم جدا، أنه إحنا يعني لابد أن السلطات السودانية والسلطات الصحية على الأخص يعني توفر أقصى درجة من السلامة الصحفية للصحفيين، وتوفير لهم يعني كافة أنواع العون اللوجستي الذي يحتاجونه في تغطيات الصحفية. يعني كما ذكرت أنه يعني زملاء لنا الآن وهم أصيبوا بجائحة الكورونا وهم أيضا في الخطوط الأمامية جنبا إلى جنب مع الأطباء، إذا كان الأطباء هم الخط الدفاع الأول، وأنا أعتقد أن دور الصحفيين لم يقل من ذلك، فهؤلاء يقومون بالعلاج وغيرهم، وذلك يقومون بالتوعية. يعني بالتوعية صحيح، العلاج بدون توعية ما بيأتي معنى كبير، لأن نحن حاليا المعركة هي معركة ضد الكثير من القيم والعادات والتقاليد التي يعني يتمسك بها السودانيين، فبالتالي دور الإعلام هو يصبح يعني أكبر من الدور الطبي دائما، لأنه يعني نحن محتاجين نغير هذه المفاهيم، مفاهيم التجمعات، مفاهيم العادات والتقاليد السودانية السمحاء اللي كانت بتمارسها في حياتنا اليومية عشان الناس تخلص منها. يعني الحاجة دي ما ليست بالسهولة، يعني لابد انه الإعلام يلعب دور كبير جدا، والزملاء ما فيهم الزميل محمد عثمان آخر يوم مرة كان هو يعني داخل المستشفيات كان بينقل تقرير لأحد القنوات العربية والحدث، كان بينقل تقرير من داخل المستشفى، وهم بيأكدون انه هم دائما في قلب المدفع وفي صحيح. قلب الأحداث، وبالتالي أنا أعتقد أنه حرية الصحافة الآن محتاجة للكثير من القوانين اللي بتحمي الصحفي وبتساعده في أنه يؤدي مهامه بلا قيود، الإجراءات اللي بتكون بها بعض الجهات الأمنية في الارتكازات وغيرها للصحفيين، أنا أعتقد أنه يجب أن لا تكون بهذه الصعوبة، لأنه الصحفي هو ماشي يبحث عن معلومة، عامل الوقت مهم بالنسبة له، يعني تعطيل صحفي أو تعطيل طبيب معناه أنت برضه في نفس الوقت ساهمت في يعني تعقيم المعلومة، وفي نفس الوقت فهمت في كبت حريات هي كان ممكن تساعد لنشر المعلومة للملايين من السودانيين والسودانيات الذين ينتظرون بفارغ الصبر كل مستجد حول هذه الجائحة الخطيرة، ونتمنى الله أن يصرفها عنا قريبا إن شاء الله. اللهم آمين، ويحفظ جميع الإعلاميين والإعلاميات. اللهم آمين. أستاذ محمد، لكن من خلال مشاهداتك، هل في بعض الناس لسه لحد الآن زي ما أنا بشوف ناس بعض الناس حولي ما مؤمنين اصلا انه لسه في الكورونا، يعني بعد الوعي ده كله والجهاد ده كله بقول لك والله دي نزله عاديه او المهم دي حاجه، او احيانا في البدايه كمان بقول لك انه دي لعبه سياسيه يعني عندها مآرب اخرى، فلسه الحاجه دي موجوده ولا الناس اصبحت واعيه؟ والله بقول لك حاجه، هي لا تزال موجوده. انا دائما بشوف انه التقرير بتاع منظمه الصحه العالميه اللي اول ما صدر بداية الجائحة في أفريقيا قال إنه على القارة الأفريقية أن تستيقظ وتستعد للأسوأ. الناس فسروا إنه هذا التصريح هو تصريح صادم ومغلط، لكن أنا أعتقد إنه لأنهم كانوا بيدركوا تماما يعني مدى استهتار الإنسان الأفريقي بالأوبئة والأمراض بصورة عامة. حتى الآن في ناس لسه بتصلي تراويح زي ما ذكر وزير الإعلام قبل كم يوم، لسه في ناس تتجمع وباصات السير بعض المناطق لسه شغالة، يعني الناس لسه يعني في تجمعاتهم دي. فبالتالي لابد انه التوعيه رغم انها لعبت دور كبير جدا، انا شايف ان القنوات الفضائيه حقيقه شغاله شغل ممتاز جدا جدا، يعني الاعلام ما قصر،
لكن يظل انه في استهتار وفي استخراب بالاوبئه زي ما انت قلتي، انه ناس بيقول لك دي نزله، وفي ناس بيقول لك نعالجها بالقرض وبالملح وبالشنو الكلام اللي بتقال فيها كده. الصحه العالميه بكل امكانياتها الضخمه قالت حتى الان لا يوجد علاج لوباء الكورونا. ايوه وفبالتالي احنا ما في داعي احنا نقوم نكاشف، انه يا اخي الوباء ده طلب نظم صحيه قويه زي الولايات المتحده، الصين، ايطاليا، اسبانيا، دي دول تفوق ميزانيه الصحه يعني المليارات، الان هي يعني في وضع صحي لا تحسد عليه. فبالتالي لابد ان بالك نحن يعني تعترف بهذه الازمه ومسمى العلاج بها. اول طرق اداره الازمه هي انك تعترف بانه في ازمه، لكن الاستخفاف بانه ما في كورونا ودي وقت تجينا واحنا بلدنا حاره، الكلام غير منطقي. دول الخليج درجه حراره تفوق الخرطوم درجات كبيره جدا، ولكن هي الان اكثر وباء. فبالتالي لابد ان الناس تعالج وتراجع هذه المفاهيم الخاطئه اذا اردنا ان نكافح الكورونا، نعترف بانها هي موجوده ويجب علينا اتخاذ كافه الاجراءات الوقائيه والاحترازيه لعدم انتشارها، خاصه نحن وصلنا مرحله الانتشار المجتمعي الخطير الان. صحيح. 14 ولايه من 18. صحيح. نسبه كبيره جدا جدا، العدد تتضاعف يوما بعد يوم. صحيح. ربنا يكتب إن شاء الله السلامة للجميع. بشكرك جدا أستاذ محمد علي فزاري الكاتب الصحفي والإعلامي، شكرا جزيلا على الإفادة والكلام والطيب والتوعية، وده دورك يمكن ودورنا كل إعلاميين في أنه نضع الناس في الصورة، بعد كده أنت بتختار الطريق اللي أنت المفروض تمشي عليه. في معلومات جاتك يعني 592 حالة، في 41 حالة إصابة بالكورونا، وانا اعتقد يعني اعتقد انه في بعض المناطق ما عارف اصلا يعني شنو كورونا، عندهم افراد يتوفوا وهم ما عارفينهم، ممكن يفسروا برامج يقول لك ذبحه ولا غيره يفسروا وتحصل الوفاه. وفي اللي بيرقدوا ولما بيتعبوا شديد خالص جدا حتبدا يفتشوا على المستشفيات عشان يلقوا العلاج. 592 حاله رقم كبير، 41 وفاه ايضا رقم كبير، 14 ولاية من 18 رقم كبير وماشي فيه تزايد. لحد قبل 3-4 أيام كان عندنا عدد من الولايات المحصورة ورقم واحد فقط في كل ولاية، ولكن الأرقام بدأت تتزايد جدا في الجزيرة والبحر الأحمر وغير من الولايات الأخرى المختلفة، فأكيد خالطوا حالات أخرى. الناس تعمل حسابها يا جماعة أكثر من كده. حمشي لزميل محمد فتح الرحمن، انتقل له، مجهز لنا بالتأكيد محطة مثمرة. محمد، مشاهدينا الأعزاء السلام عليكم وكل سنة وأنتم طيبين. شكرا لك يا رشا وللأحباب، نحيي جميع المشاهدين في كل مكان على امتداد ربوع البث، ونحن نتقدم مرة ثانية وثالثة لكل المصابين في السودان بهذه الجائحة بدوام الصحة والعافية. وبنقول لكل زول هو يعني شعر بأعراض الكورونا أو الكوفيد 19، ما عليه اللي يمشي يسجل نفسه في أقرب مركز صحي ويتابع الإجراءات. نحن حريصين جدا نحن كوسائل للتوعية بالتعاون مع وزارة الصحة بولاية الخرطوم ووزارة الصحة الاتحادية، ونحاول بقدر الإمكان نركز على موضوع مهم جدا هو التوعية من هذا المرض. أنا سعيد جدا أن ألتقي بالدكتورة جواهر محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لتعزيز الصحة بولاية الخرطوم. دكتورة جواهر، هي عندهم في ولاية الخرطوم عندهم دور كبير جدا ودور مجتمعي مهم جدا للقضاء على هذا المرض. مرحبا بك يا دكتورة، وكلمينا مباشرة عن دوركم في الإدارة العامة لتعزيز الصحة. أهلا ومرحبا بكم أسرة قناة الشروق، وأنتم شريك أصل في نشر التوعية في كل الربوع في كل الولاية كل السودان. طبعا الوسائط الإعلامية دور كبير في نشر التوعية، ومرحبا بكم وعودا حميدا في أنه أنتم تتواصلوا معنا في أنه نحن نوصل لكل مواطني ولاية الخرطوم وكل السودان وكل الشعب السوداني في كل أنحاء البلاد، نوصل لهم وسائل التوعية وكيف يوعي نفسهم من هذا المرض الخطير أو الفيروس الخطير الكوفيد 19 الكورونا فيروس الذي أصبح أنه يهدد كل الشعوب في كل البلدان. هو إحنا وصلنا في السودان مرحلة الخطورة. إحنا في الإدارة العامة لتعزيز الصحة وزارة الصحة ولاية الخرطوم بدينا من شهرين في أنه نشتغل في التوعية في ولاية الخرطوم عبر كل محليات ولاية الخرطوم السبعة في الإدارات إدارات تعزيز الصحة في المحليات، بحيث كانت في كمية من البرامج بتاعت التوعية بأنه نوصل للمواطن كل المعلومات اللي هي بتغيه وتحمي نفسه من هذا الفيروس أو هذا
الداء. طيب دكتور جاهر، نحن الآن يمكن نكون في السودان وصلنا لمرحلة خطيرة جدا. يمكن كلام وزير الصحة يوم الخميس كان واضح، نحن أنا بقول لك وبقول للمشاهدين أنه وصلنا مرحلة خطيرة جدا لهذا المرض. يعني الآن الحالات المسجلة دكتورة هي ما الحالات، أنا الحاجة اللي أنا قدرت أحليلها هي ما الحالات الفعلية الموجودة الآن 532 يمكن كان أول أمس أو أمس، دي ما كل الحالات الموجودة في السودان. يمكن تكون في حالات لكن الناس ما قادرة تمشي تفحص أو ما قادرة تمشي تقدم نفسها. ده بيقودنا لسؤال مهم جدا، هو الوصمة الاجتماعية للمرض. المرض ده يعني الواحد لو صاب بالمرض يقول لك أنا بقدر أمشي للدكتور أو ما بقدر أمشي أفحص. انت لو مشيت فحصت، انا بعرف ناس بيقول لك لو انا مشيت فحصت او مشيت يعني قدمت نفسي بيقول لك ان انت انسان مصاب، ويشاكل الدكتور يقول له انت كيف تقول لي يعني زول المعاني انت مصاب. وده يمكن غلط كبير. نحن دايرين انه بصوره بسيطه دكتور جواهر نوقع للمشاهد ده يعني ونوريه انه الاصابه بالكورونا هي ما نهايه الدنيا. انا بقول لكل المشاهدين لقناه الشروق انه مرض الكوفيد ما مرض وصمه ابدا، بل هو أصيب فيه أعظم الشعوب وفي أعظم الدول وفي أعظم الغارات. لا هو يعني من الأمراض الممكن عنده علاقة بالأخلاق ولا عنده علاقة، بس هو عنده علاقة بالسلوك. يعني أنت عندك كوفيد مفترض تكون حريص على أنه أنت تحمي نفسك وتغي نفسك عشان تغي الآخرين، لأنه حماية نفسك فيها حماية الآخرين. بل أنك تستر على المرض أنت حتضيع، حيلاقيك زول كبير في العمر عنده أمراض مزمنة انت ممكن تقول له العدوى ممكن تكون سبب في وفاته. يعني احنا نعاين، لانه انا لو دسيت المرض الاثر شنو؟ الاثر كبير، هو ما وصمه ابدا ابدا. انا بقول لكل مشاهدينا انه الكوفيد او الكورونا فيروس هو ما وصمه ابدا، ولا حتى زول بيعرف نفسه لقاه وين ولا العداو منه. واحنا هنا في 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 السودان خلاص وصلنا مرحله انتشار مجتمعي، مرحله انه الزول ما عرف اصيب من وين. في زول شايل المرض وهو سليم، احنا ما حاسين بيه، بنقول لك العدوى وانت بتشيل العدوى توديها بيتك، وفي بيتك للزول الكبير، في بيتك للزول الصغير، بتشيل العدوى كده وتتناقلها وانت ما عرفت عيبتها منه. فعشان كده احنا بنقول للناس خليكم في البيت، يعني احصر نفسك مع اقل قدر من الاشخاص، يا ريتك تكون حول اسرتك الصغيره، عشان لما يجيك تيم الوبايات لا قدر الله لو ظهرت حاله يقدروا يعرفوا مخالطينك. لكن احنا بنلاحظ في استهتار في الشارع العام في انه يتعامل الحظر، الناس ما ملتزمه بالحظر، اقعد في بيتك. لا احنا ما دارين نغيض حركه الناس ابدا، ولا مثلا دارنا نمنع تجمعات ولا دارنا نمنع العادات والتقاليد. لكن المرض ده يعني دول كبيره ذات نظام صحي قوي ذات اقتصاد عالي ما قدرت عليه. فاحنا الحاجه الوحيده اللي بنقدمها لنفسنا حمايه نفسنا وحمايه الاخرين في انه نحن نقعد في بيتنا ونهتم بالارشادات الصحيه، والكوفيد ما وصمه. نعم كلام جميل يا دكتور جواهر. يمكن ده برضه بيغورنا لموضوع مهم جدا. يمكن احنا بالامس شاهدنا انه في مجموعه من الصور انتشرت في مركز العزل الصحي بجبره انه كميه من الناس مشت تلبت بالحيطه او بمعنى نطت السور على اساس انه تمشي تلاقي الناس المريض. الصور دي انا شفتها في الواتساب، ما اعرف انتم كاداره وصلتكم المعلومه دي. حتى لو كانت المعلومه غلط نحن بنقول انه هو زول يصاب بالمرض، انا امشي له ليه؟ امشي للموت ليه بنفسي؟ في حين انه ما كل زول بيصاب بالمرض دكتور جاير هو يعني خلاص هو حيموت. في ناس مناعتهم قويه. انت اشرت لنقطه انه ممكن انا اكون الان انا كمحمد حامل للفيروس او لكن مناعتي تكون قويه، امشي اختلط بواحده واثنين من ناس البيت وتكون مناعتهم اقل او كبار في السن، ده بيسبب لهم. عشان كده الواحد يلبس الكمامه حقته ويكون قاعد في البيت. لكن موضوع جبره ده، هل انتوا وصلكم معلومه انه الناس مشت عشان تقابل المرضى؟ هل في امكانيه انه الزول يمشي يقابل المريض في مركز العزل بعد ما يتم قبل ما يتم ال 14 يوم؟ لا ابدا، ده كلام ما صح. واحنا طبعا يعني بتواجهنا مشكله الشائعات والشائعات المضلله والشائعات المغلوطه. ابدا لا، المريض القاعد في جبرة بتواصل مع أهله عبر التلفون، بيعرف أخباره بيعرف صحته، ولا وصلنا مرحلة إنه زول يطلب بالحيطة وكده. ده كلام ساي وفبركة بتاعت صراحة وسائل التواصل الاجتماعي. وأنا بقول يا ريت الناس تتاجر في أي حاجة لكن ما تتاجر في المرض، لأنه ده مرض خطير يعني. وإنت أي معلومة ممكن يسمعها منك زول ما متعلم ولا بيقدر يفند الشائعة دي ويعمل بها وانت تكون ضريته. فأنا بناشد كل وسائل التواصل الاجتماعي وكل الناس والناشطين يا ريت تنشر معلومة متأكد منها معتمدة، سواء كانت من وزارة الصحة ولا وزارة الصحة العالمية يعني. فإحنا يعني ما ممكن ننشر شائعات غلط ونقول إنه في ناس نطوا من جبرة وفي ناس دار يشوفهم. أبدا، كل الناس اللي قاعدين في مراكز العزل متواصلين مع أسرهم بالتلفونات، يعني عارفين أخبارهم وكل تفاصيلهم.
نحن قصدنا يا دكتور جواهر نتكلم في الموضوع ده على اساس انه تكررت كثير الشائعه دي بنشوفها في الوسائط عشان نقول للناس اللي حاول او بتحاول انها تعمل الموضوع انه من خلاله تقوم تتاجر بالمرضى او بالصحه في بلادي نقول لهم انه دي الجهه المختصه نفت انه ما في زول خشه لمراكز العزل. نحن في خواتيم هذا اللقاء دكتور جواهر بنتمنى من الصحه والعافيه للجميع. انا قبل ما اختم معاك انا عندي رسالتين عايز ارسلهم. الرساله الاولى لكل مريض مصاب بكورونا بنقول له انه انت اقوى من الكورونا بكثير جدا وحتهزم المرض ان شاء الله بارادتك وبعزيمتك وبالقوه الداخليه اللي جواك ان شاء الله انت حتصبح يعني حتتماثل للشفاء التام والعام بمشيئه الله في القريب العاجل اذا التزمت بالارشادات. الرساله الثانيه حابب اقول لكل الشعب السوداني الكريم المثقف المميز انه احنا لما نقعد في بيتنا وما نتبع الاشاعات وما نحوم وسط الناس المخالطين للمرض دي بنقي نفسنا اولا. انت لما خايف على نفسك خاف على اسرتك وخاف على اسرتك الممتده. قالوا نحن محتاجين لصحه الشباب ولصحه الناس عشان ما نواصل المشروع الجديد اللي بدينا فيه حنبنيه ونبني الوطن بقوه الشباب وبمحبه الشباب وبالصحه والعافيه. وهنا بقول مداركة المؤمن على نفسه حسنة صح؟ فنتمنى ترسل رسالة أخير دكتورة جواهر إنه نقي نفسنا كيف من المرضى. أنا بتمنى إنه كل الشعب السوداني ومشاهدي قناة الشروق إنه يا جماعة التزموا بالاشتراطات الصحية. يا ريت الناس تلتزم بالاشتراطات الصحية. إحنا شغالين شهرين عشانكم عشان نوصل المعلومة عشان نقول يا جماعة اقعدوا في بيتكم غسلوا يدينكم ابعدوا من الزحمة. يعني الحظر التزموا به ومهما كان ما تطلع إلا للضرورة القصوى. إذا كان في حد حس بالأعراض يضرب 221 ولا 90-90 عشان طيم الوبايات يصلوا لحد عنده ويأخذ منه العينة ويعرفوا مخالطينا ويكونوا متابعين. يا جماعة إحنا خايفين عليكم. إحنا في وزارة الصحة شايلين هم كل المواطنين في ولاية الخرطوم وفي كل السودان. إحنا لو خسرنا سوداني إحنا خسرنا كثير. فإنت عشان تحافظ على صحتك كون في بيتك ما تطلع إلا للضرورة القصوى. التزم بالاشتراطات الصحية غسل يدينك كل شويتين. شكرا لك دكتورة جواهر محمد عبد الرحمن مدير الإدارة العامة لتعزيز الصحة بولاية الخرطوم. كان كلام يعني إضافي حول هذا المرض. يمكن كل يوم عايز المشاهد بيرسل رسائل توعوية. احنا فقط هدفنا انه الناس يعني تتمتع بنعمة الصحة والعافية. والعافية دي انت ما حتدوق طعمها الا تفقدها ونتمنى الناس ما تفقدها. محتاجين ليكم ان شاء الله. ونقول ان شاء الله يعني بجهود وزارة الصحة وبفضل الله اولا واخيرا إنه المرض ده إن شاء الله في بداية هذا الشهر شهر 5 ينحسر تماما من السودان. يعود السودان من جديد تعود الحياة لطبيعتها. يفتحوا الشركات يفتحوا المنظمات يفتحوا كل مكان والناس تعود من جديد لحياتها ولمحبتها ولسلامها. وبنات لكم بالصحة والعافية. خليكم في البيت والبس كمامتك وغسل يدينك بالماء والصابون. وأعود من جديد إلى الزملاء في الاستوديو. شكرا محمد فتح الرحمن. وبشكر كمان دكتورة جواهر مدير إدارة التعزيز بولاية الخرطوم. ذكرت عدد من النقاط المهمة جدا منها أنه نحارب الإشاعات ما خليها تتمكن مننا. لأنه أحيانا بنلقى مقالات وإحصائيات هي الناس بتتناقلها وبتنشرها وبتطلع في الأخير هي خاطئة. ممكن فعلا كما ذكرت دكتورة جواهر أنه يلتقط شخص بسيط ممكن يكون ما متعلم أو ما إدراكه ما عالي جدا ويصدقها ويبدأ يتعامل معها باعتبارها حقيقة. برضو الدكتورة جواهر ركزت على الحركة إنه في حركة في الشارع الناس تبدأ تقلل وتوقف من الحركة بقدر الإمكان عشان هي يعني بتقول إنه شهرين تعبانة عشان تقدر توصل المعلومة وتقدر تقدم الدعم لكل شخص محتاج. نقطة الوصمة أيضا ذكرتها الدكتورة جواهر في إنه الناس ما تتعامل مع مرض الكورونا ده باعتبار انه هو وصمة او وصمة اجتماعية او غيره. هو ما فيه اي وصمة زيه زي اي مرض ممكن انت تتصاب به. يعني انت بتخاف ان الناس تسلم عليك. طيب احسن انت اذا عندك المرض تنشر توري الناس انه عندك المرض عشان الناس تعمل حسابها وما تكون قريبة منك القدر الكافي. انت كده بتحمي نفسك بتحمي أسرتك وكل أحبابك والناس القريبين منك. أهم حاجة التبليغ يا جماعة. أنت حتى لو جار حتى لو قريب عارف أنه فلان الفلاني ده عنده مرض وعنده أعراض وتعبان ما تستناه لحد ما حالته تدهور لأنه حيكون نقل المرض لأماكن لأشخاص كتار. يعني وفي الدكاكين في الحلة دي فاتحة الدكان نص كل الناس عارفة الحاجة دي. مشيت دخلت الدكان لقيت ودي الحلة سلمت عليه وسلم عليك نقلت المرض كده ونشرته. ده اللي بيخليه أنه في انتشار مجتمعي بشكل كبير جدا. خليك في البيت. هنطلع فاصل قصير هنرجع نتواصل مع الجزئية الأخرى أو النصف الثاني من حلقتنا لليوم.
من جديد مشاهدينا في كل مكان، نتواصل معاكم خليك في البيت على الهواء مباشرة من الأحد وحتى الخميس، بنكون معاكم عبر فضائية الشروق. كان عندنا تجوال مع دكتورة جواهر مدير إدارة التعزيز بولاية الخرطوم، ودتنا كثير من المعلومات وكثير من الوقاية اللي ممكن نحن نقوم بها عشان نحمي نفسنا من جائحة الكورونا. حديثنا كان من النواحي الصحية، وكان عندنا حديث مع أيضا أستاذ محمد علي فزار الصحفي والإعلامي وعن دور الإعلام واليوم العالمي لحرية الصحافة، أيضا النواحي النفسية والنواحي الاجتماعية عندها مساحتها أيضا في هذه الحلقة مع أستاذة سارة إبراهيم الأكاديمية وناشطة اجتماعية. مرحبا بك أستاذة سارة. أهلين يا رفا، كيف أخبارك؟ إن شاء الله كويسة. تسلم إن شاء الله. طيبة. وأنت طيبة إن شاء الله. وفرصة سعيدة اللي أنا لقيت تاني نتكلم معك. أنا أسعد يعني. أنا أسعد. تسلم كثير. بفضل عودة الشروق استقدناك كثيرا يعني. تسلم إن شاء الله يا رب، ما تفقد عزيز. أستاذة سارة، يمكن دكتورة جواهر هي تكلمت عن نقطة الإشاعات، إنها هي بتكون بدور يعني عكس المفروض يكون حاصل من توعية، وعكس الدور اللي بيقوموا به الأشخاص الواعين اللي بيوصلوا في الرسائل المهمة. الإشاعة ممكن تصل لشخص بسيط جدا ويتناوله ويصدقه ويؤمن به تماما ويبدأ يتعامل معاه كأمر واقع. كيف نحن ممكن نقدر نوقفها؟ يعني أنا تجيني رسالة مثلا في الواتساب أو الفيس، وأقدر من قرايتها كده أعرف إنه دي إشاعة مثلا، ما أتعامل معه وما أصدقه وما أنشره، ده الأهم. طبعا يا رجل، دائما النقلة بتاعت التحول المجتمع لما يكون يعني أول النظام الحكم لما يكون نظام شمولي ويجي يتحول لنظام ديمقراطي، في ربكة بتحصل دائما يعني بين الناس، كانوا ما بيمتلكوا معلومات أصلا، كان في غبضة حديدية على المعلومة على مصادر المعلومة، وبين بين بين نظام أتاح المعلومة للناس إنه هم إنه عنده حرية كاملة إنه يتحصل على المعلومة، ينشر المعلومة، يتعامل مع المعلومة. فالفترة بتاعت التحول دي هي بتشهد يعني بتشهد ربك كده، فهي محتاجة إلى توعية، يعني توعية كثيرة جدا عشان الناس تقدر إن هي تفرز بين بين المعلومة. أنا أي نعم عندي حرية بجد في إني أنا أمتلك المعلومة، عندي حرية في إني أنا أعبر عن المعلومة، عندي حرية في نقل المعلومة، لكن أنا محتاجة إني أعرف المعلومة الصح. ما يعني إحنا كثير من الواتساب بيجينا وكثير من الرسائل اللي بيجينا في الواتساب وفي الفيسبوك، يعني انا ذاتي كدكتوره في الاعلام وخبيره في المجال الاجتماعي كله، يعني مهات كبيره، يعني انا يا انا بظهر المعلومه دي صح او غلط. ففي كثير من البرامج اللي بقت يعني موجوده في الفيس هي بديت انت ممكن تنزلها في تليفونك وتخد عليها او تنزل اعلان للمعلومه ذاتك بتثبت لك انه هل المعلومه دي هي صح ولا غلط. يعني في كثير من الفيديوهات نزلت في الفتره الاخيره دي، احنا لما ننزلها في البرنامج بنلقى انها هي مثلا فيديوهات كانت لاحداث لها قبل 3 سنين او قبل سنتين او 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 او. ففي كثير من الخبره بتجي لكثير من الـ من الـ من الـ من التقارير، كثير من الاحصائيات، كثير من المعلومات. فعند احنا محتاجين هنا وعي المواطن انه هو يكون واعي انك انت داير مثلا انت داير شنو؟ داير معلومه صحيه، عندك مواقع ترفيع او مواقع بتكون جيده جدا جدا انت ممكن ترجع عليها في مجال التوعيه الصحيه. انت عايز مثلا معلومات امنيه، احنا بنفترض اننا في مرحله التحول الديمقراطي ده احنا محتاجين للشفافيه، محتاجين لانه كل وزاره او كل جهه يكون عندها موقع ثابت على الانترنت، هذا الموقع يصير له ابديت، يصير له تجديد يومي، بتنزل فيه المعلومات. انت محتاج لمعلومه انت بترجع ليه المعلومة في الموقع بتاع الأساسي. أنت عارفة يا رشا مشكلتنا شنو؟ إنه إحنا كنا في مرحلة بتاعت غياب معلومة، فبقينا بنستغل معلومات من 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 بيقولوا شنو الجهاز الإلكتروني أو الناس الموجودين على الفيسبوك، الهاكرز، الناس اللي ما يبدوا بشغل غير إنهم هم يلفقوا المعلومات. فإحنا لسه ما وعينا بالشكل الكامل، عايزين نبحث عن المعلومة من مصدر الأساسي. فعشان كده إحنا محتاجين في الفترة التحول الديمقراطي، في فترة الديمقراطية، وفي الفترة احنا قاعدين او فيها الانتقالية دي، احنا محتاجين اننا يحصل لنا الدعم سبورت من الجهات اللي بتمتلك المعلومة. يعني انا مثلا معجبة جدا بحكاية المركز الاعلامي الموحد اللي هو بيجي كل يوم في التلفزيون بينشر المعلومات عن جائحة كورونا، عن اي مستجدات في مجال التوعية المواطن، في مجال الحظر، في مجال يكون المواطن في الصورة من المصدر الأول لنفسه.
ايوه الانسان دايما بيبحث. الشائعه دايما احنا لما بندرسها للطلبه الشائعه دايما بتنشط في الاوساط اللي بتكون شنو؟ اول حاجه بتكون متوجه لي مستوى يعني المعرفه فيها قليل يعني دايما بتكون يعني ناس اميين شويه بيصدقوا اي كلام. الحاجه الثانيه انه بيكون مستوى الحريه فيها برضه منخفض يعني. الحاجه الثالثه انه مستوى المسؤوليه الاجتماعيه فيها متدني. فاحنا عاوزين اننا احنا ننشط المسؤوليه المجتمعيه، يعني انا مثلا ما بتجيني ما حتجيني اي بوست او انا حصدقه، انا يعني في الفتره الاخيره ما بصدق اي بوست الا على ختم او جاي من جهه موثوق بها، ليه؟ لانه كثير من الشائعات ظهرت بتعمل ركه يعني في المشهد العام، يعني قبل كم يوم مثلا الناس مطلعين بوست كده انه حيحصل حظر تجوال لمده اسبوع كامل، صحيح الناس عندها علاية وعندها يومين بس تجري مثلا تلملم حاجه ده. الحاجه دي خلقت بلبله، ففي ناس بيرسلوا انه صحيح حيحصل حظر ما حيكون عندنا فتره بتاع السماح، في ناس صدقت يعني. انا مثلا كثير من الرسائل جاتني بسبب انه امشوا سريع اشتروا حاجات لو عندهم حاجه، فدي شائعه. انا قلت لهم انا ما بطلت. وفعلا بعد كده ظهر يا دكتوره ساره تزايد لاعداد الناس والعربات في الشوارع لحد ما طلعت الجهات المسؤوله ونفت المعلومه دي. ده مهم جدا انه الناس تكون هي موجوده في الصوره. اذا تكلمنا عن تزايد الاعداد الكبير يا دكتوره، يعني من كنا في العشرينات بقينا في الثلاثينات، يوم الجمعه كانوا 91 حاله وخمسه وفيات، 59 حاله، يعني الارقام ذاتها بقت كبيره. تزايد الأرقام الكبير ده وتأثيره على أي شخص بيسمعه، يعني الخوف والهلع الكبير اللي ممكن يتصاب به أي فرد، شنو ممكن كيف ممكن نتجاوز المرحلة دي؟ طيب إحنا طبعاً أنا بتأثر جداً للزيادة بتاعت الحالات، يعني طبعاً أنا متابعة الجائحة بتاعت كورونا دي من بداية زي ما كانت ووهان وتسلسلها ولدرجة لما انتقل جديدة بقول هوس يعني. لكن الحاجة دي يعني في السودان أنا بتأثر جداً، ليه؟ لأنه إحنا ما كنا بنتمنى إن نصل للحاجة دي، صح. ولو كان في قليل من الوعي ما كنا حنصل للمرحلة دي، لكن الحمد لله يعني إنه برضه إحنا خفة يعني إحنا ما حنقول إحنا تعديل جديد، لكن إحنا محتاجين شنو؟ إحنا محتاجين إننا إحنا ما نصل لأسوأ من كده، لأنه إحنا كطبيعة المجتمع بتاعنا ما بتتحمل أزيد الأعداد زيادة، يعني هذه زي ما قلت أنا متابعة يعني بداية البرنامج، أنت قلتي إنه في ناس عندهم كورونا لحد الآن هم ما متكلمين، يعني أنا متأكدة إنه الأعداد لحد الظاهرة 500 حالة دي في قدرها لسه ما ظاهرين. في قدرها لسه هم ما دارين يمشوا براهم في البيت بيغاوموا براهم في البيت بيحاولوا انهم هم كده ناخذ قرض كده نشرب فيه كده يصلوا المستشفيات لمراحل متاخره بعد ان يكونوا شنو عادوا كميه من الناس اللي حواليهم الناس الموجودين. الحاجه دي احنا عشان نقدر نتعايش معاها اول حاجه نمره واحد بتحتاج انه شنو وعي ديني، يعني احنا دائما لازم نكون واعيين جدا بانه حفظ النفس اهم من اي حاجه. عشان كده لما الناس قالوا هون ما تصلوا في المساجد، الناس قالوا ما تمشوا في التجمعات الاسريه، ما قالوا يعني احنا انا واحده الناس فارقتهم منه واقول قطع كدري بس منهم درمان ولا في بحري. ما عايزه امشي لهم، ليه؟ لانه انا خايفه انه هم انا اكون في شايل الفيروس، ولا انا ما جايبه خبر، ولا انا قابلت انسان، ولا اقول لهم كل كبار في العمر. فاحنا عشان احنا نقدر نقلل الاعداد او نتعايش مع الزياده الرهيبه في الاعداد اللي كل يوم احنا كنا بنفتح عيننا دائما نشوف الاحصائيه بتاع وزاره الصحه كم، احنا محتاجين اننا احنا اول حاجه العاطفه لا تدير الازمات. الازمات لا تدار بالعواطف، لابد اننا احنا العواطف بتاعتنا دي شويه نضغط عليها. يعني هسه انا مرعي عندي حاله انه ولدي هو طبيب ذاته عنده صاحبه ابوه توفى بكورونا وراه الرحمه والمغفره، فقام يناقش فيني امي شوفي الناس حتمشي المغابر، فقام قلت لها يا ابراهيم غلب العاطفه، خلي العاطفه على جنب وغلب دائما العقل في حاجاتك. فالانسان لما يتعامل انه صحيح هو صاحبه جديد وهو محتاج انه يمشي، لكن احنا عندنا مشكله لو هو مشى ولاقى الناس وده لاقى ده وده قال والله أيوه. ده انتشار زايد واكبر. فدي المشكله هنا، ده ان احنا العاطفه بتاعتنا دي لو ما حطيناها جانب وقوينا جانب العقل ما حنقدر اننا نتخطى الحجز على الاعداد الكبيره جدا من الزيادات، يعني صحيح. كثير من حتى يعني انت لو بتسمعي طبعا بتسالي في الجروبات تسمعي يقول لك كان في بكا وفي دول ما في بكا وبعد ثلاث يوم ظهرت حالته
بتاع كورونا، والناس اللي كانوا قاعدين في البيوت كلهم ما كانوا عارفين. طيب انت جيت البيت ليه؟ صح. ما ما ما, ما انا عشان زي ما الوم الثاني، انا ذاتي ما امشي. انا ما انا 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 ما امشي. لو عزيت بالتليفون ما في شخص حيلومك ويقول لك ما جيت انت عزيتنا، يعني ده ظرف استثنائي يعني. فإحنا احنا كمواطنين، انا كمواطنه لابد انه اعرف انه الحاجه دي لابد انه يعني انا اتعامل معاها بجديه كافيه. الجديه الكافيه مع انا ذاتي، انا ممكن مثلا لو مشيت مكان وانا كنت السبب في عدوى، اني عادي انسان، انا دائما مسؤوليه تقع علي، مسؤوليه انه انا تخطيت او كسرت القواعد وكسرت التحذيرات ومشيت وقابلت انسان، والانسان كان كنت سبب في ان انا قلت له عدوى. صحيح. وانا ذاتي حكون في دايره انه حينقل لغير ولغير ولغير. صحيح. لو كل الناس بقت بالوعي ده، نحن ما كان وصلنا لمرحله الانتشار المجتمعي الكبير والهائل الحاصل. انا بشكرك جدا يا دكتوره ساره ابراهيم، اكاديميه وناشطه اجتماعيه واعلاميه، بشكرك جدا على الاضافه وعلى المعلومات المهمه اللي ذكرتها لنا، بتقول لنا دائما اضافاتك دائما سره يعني. انت وصلنا مرحله انه انت لما تجي كورونا انت ما عارف جاتك من وين اصلا، وما عارف الدور الجاي على منه، ما بتعرف اصلا دخل وطلع من وين. يعني وصلنا مرحله خطيره، والناس لازم تحس بالخطورة الكبيرة دي وتعمل حسابها. يا جماعة لازم نعمل حسابنا، ولازم نصدق انه في مرض بقدر ما بتستهون به، وبقدر ما هو ممكن يكون مرض قاتل، لانه في وفيات منه لما يصلك في الجهاز التنفسي، لما يصلك في الرئة وانت اصلا ما جاهز، مناعتك ما جاهزة، بتسجر بتشيش، ما بتتغذى كويس، اكلك دائما كله زيوت وملاحات وغيره، ما عندك علاقة بالخضروات والليمون وفيتامين سي والاشياء دي، انت ما مدركها، انت معناه ما جاهز عشان انت تتصاب بالكورونا. انت فعليا ما جاهز، نقلته لنفسك ولا غيرك. الشباب اللي قاعدين في الاحياء بيلعبوا تحت بعد الفطور، بيلعبوا تحت العمود كشتين وضمنة، دي بتعملوا فيه كارثه، انت بتشيلوا في المرض، بتدخلوا لاهاليكم جوا البيت. اي شخص عارف انه جارم الفلاني عنده مرض وعنده اعراض حتى لو ما متاكد انها كورونا ولا لا، تتصل على 221-221 مرة ومرتين وثلاثة وعشر مرات لحد ما يردوا عليك، ويجوك ناس الوبائيات ويأخذوا منه عينة ويتأكدوا إذا هو عنده كورونا ولا لا، عشان تحمي نفسك أنت وتحمي أسرتك. معي عبر الهاتف أيضا الأستاذ والصحفي أستاذ بابكر عثمان، مرحب بك. مرحب بك أستاذ رشا، ومساء الخير عليك وعلى كل مشاهدي قناة الشروق. مرحبا بك كثير استاذ بابكر. يا ريت على مستوى الرياضه كمان، وما في احداث جديده، وما في اي طبعا على مستوى العالم يعني مش السودان فقط، شنو السيناريوهات المتوقعه؟ بتتوقع شنو الفتره القادمه ممكن نحصل على مستوى الدوريات، على مستوى المستطيل الاخضر يعني؟ والله هو طبعا بصوره عامه على مستوى العالم يمكن الرؤيه ضبابيه يعني، حتى الان ما في شيء واضح انه مثلا في رياضه او دوري معين حيرجع في وقت معين. يمكن كل الخطط حتى لو اتوضعت خطط هي خطط مبدئيه يعني تعتمد على عدم استمرار تفشي الوباء، او يعني ترتيبات مثلا بين السلطات الصحيه في الدول والسلطات الرياضيه. يمكن لحد امبارح او اليوم في نزاع بين الاتحاد الايطالي ووزاره الرياضه في حول عوده الدوري الانجليزي، برضو بيواجه نفس الشيء، رغم انه الانديه عدد كبير جدا من الانديه اكدت رغبتها في استئناف الدوري، لكن الارقام وتصاعد الارقام ماشيه في زياده للاصابات كان لها دور برضو في القاء عدد من الدوريات. يمكن الدوري الفرنسي يعد من الدوريات البارزه في اوروبا، الدوري الهولندي تم القاؤه بصوره نهائيه، واعلن باريس سان جيرمان بطل في فرنسا. في هولندا اعتمد الاتحاد الهولندي القاء الدوري بدون اصدار ترتيب، يعني ما في بطل، ما في صاعد، ما في هابط. ومثلا لما تجي على افريقيا، في دول في افريقيا برضه قررت القاء الدوري، منها انغولا وكينيا. يمكن كينيا توجت نادي غورماهيا، لكن التتويج تم وفق لوائح وقوانين يعمل بها الاتحاد الكيني في الحالات الطارئه، بتصنيف وباء كورونا بانه حاله طارئه. تمت الحاجه دي.
بالنسبة للسودان يعني يمكن أبرز حاجة هو التصريح الذي أدلى به رئيس الاتحاد كمال شداد لمجلة العربي الجديد، أكد فيه إنه قرار إيقاف الدوري الممتاز في السودان قرار صادر من الدولة ومتمثلة في وزارة الشباب والرياضة، وإنه هم في مجلس إدارة الاتحاد لم يناقشوا استئناف أو عودة الدوري ولم يناقشوها إلا بقرار من الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، وأقر بأنه يعني صعوبة إكمال الدوري وقال لا توقع في ظل استمرار فشي عودة قريبة للدوري. فالمؤشرات يعني مؤشرات بتقول في مؤشرات لإلغائه تماما ولا لسه ما يعني هو حتى الآن ما في شيء قاطع إنه الدوري حيلغى، لكن النسبة بتاعت الإلقاء أكبر من النسبة بتاعت الاستمرار. يعني في بعض الأندية معترضة يا أستاذ بابكر؟ أكيد طبعا في أندية بتفتكر إنه هي متضررة، في أندية الآن هي مثلا ممكن يكون ترتيبها بيمنحها مقعد للمشاركة الإفريقية إذا ألقي الدوري باعتماد الممثلين في السنة الماضية. أكيد هي حتفقد فرصتها، لكن أعتقد إنه في هذه الحالة يعني إنه المفروض تتسامح فوق الـ الأشياء الصغيرة. الآن صحة الناس أهم من كرة القدم. صحيح. يعني حتى لو ألقي دوري أو يعني ما استمر ما هي بالإشكال الكبير. الآن المشكلة أنت عندك حرب ضد وباء، كرة القدم ليست أهم من حياة الناس، ما أهم من صحتك. نعم، لكن يعني بعد اختلاف وجهات النظر دي يا أستاذ بابكر، أنت من توقعاتك ورؤيتك شنو الحاجة اللي حتحصل أو شنو اللي حينتصر؟ والله هي يعني أنا ما بقدر أقطع يعني بصورة نهائية، لأنه يعني يمكن ما في شيء واضح. مثلا إذا في إحصائيات واضحة مثلا أو دراسة مثلا قدمها الاتحاد السوداني مثلا عبر وزارة الصحة إنه مثلا المرض وفق توقعات معينة متوقع له إنه مثلا ينخفض في السودان في شهر كذا، ممكن الاتحاد السوداني الآن يضع خطة مبدئية للاستئناف. يعني تكون في خطة مبدئية يقول مثلا لحد شهر 7 أو شهر 8 إذا الأمور مشت بشكل جيد نحن حنرجع. الخطة مرتبطة بالأمور الصحية، لكن ما بتقدر تقطع قطع كامل بأنه أنت ممكن ترجع أو تلقي أو في الوقت الحالي. وزي ما ذكرت في حديثك أستاذ بابكر أنه الصحة أهم من الرياض، أنت تأخذ مقعد أو ما تأخذ مقعد صحتك أنت أهم، لأن أي تجمعات لأي أشخاص هي عندها الضرر الكبير على الجميع. أنا بشكرك جدا أستاذ بركة. نعم، حتى يعني حتى على المستوى الفكرة اللي الناس يفكر فيه إنه مثلا تشارك أفريقيا أو تحصل على مقعد أو تحصل على بطولة، يمكن نفسها أفريقيا نفسها الآن هي ما قادرة تكمل البطولة. الاتحاد الإفريقي ألقى مباريات نصف النهائي أو أجل لأجل غير مسمى للنسخة الحالية، وما معروف النسخة الجاية يحصل شنو. في ظل تزايد في الأرقام على مستوى أوروبا وأفريقيا وغيره من الدول، يعني ما في أرقام ماشية لنقصان لجائحة الكورونا زي ما بنشاهد في الأخبار. بشكرك جدا أستاذ بابكر عثمان صحفي، وضعنا في الصورة على الوضع الرياضي عموما في إفريقيا وفي السودان وحتى في الدول الأوروبية على مستوى فرنسا وغيرها من الدول، في أرقام يعني أي شخص بيتابع الأرقام وبتابع القنوات الإخبارية بيشوف التزايد الكبير للأرقام بالمئات وبالآلاف. يعني موضوع لسه كبير وماشي في ازدياد وماشي يعني ماشيين على انهيار، يعني بدينا بالانهيار الاقتصادي عفوا الانهيار اقتصادي وصحي، وأيضا حتى على مستوى الرياضة وكافة الخدمات والمجالات أيضا هي المختلفة. يبقى نحن نساعد نفسنا. 14 ولاية دخلت ضمن مع الخرطوم بإصابة بمرض الكورونا، كانت الخرطوم فقط لفترة من الزمن ولكن دخلت معها بقية الولايات وفضل منها القليل. الولايات نفسها الناس في بعض الولايات الناس عايشة فيها على طبيعتها جدا، ما بتجيب حتى سيرة كورونا ولا عارفة هي الكورونا هي شنو. ممكن الناس تدخل بالتلفون تشوف السوشيال ميديا الحديث شو وشنو، تفتح القنوات إذا كانت العربية أو
السودانية وتتابع تشوف يعني شنو هي كورونا، يعني شنو تحمي نفسك، يعني انك انت تلاقي الزول وتسلم عليه وتقالده زي ما بقول عندنا بلغتنا البسيطة، تقالد الزول وتسلم عليه في يد الناس توقفها شوية، تفطر مع جارك الليل العزومة عين فلان وعين فلان الناس توقفها شوية. يعني دكتورة سارة إبراهيم قالت هي ساكنة في بحري وأهلها وناس أمها في أم درمان، ما مشت لهم وما حتمشي لهم عشان ما تنقل لهم أي حاجة أو تأخذ منهم كمان المرض، يعني ما في كمان أصعب من كده. وشفنا كثير من الناس اللي اتصلوا علينا، شفنا حالات للوفاة، حتى الناس عزت بالتلفون، ما في شخص حيلومك ويقول لك ما جيت عزيتني ليه في قريبي ولا في غيره، لأنه نحن في ظرف استثنائي. يعني 592 من الخميس مما ختمنا الحلقة لحد اليوم الأحد، جمعة وسبت نحن ما بنشتغل على الهواء، من الخميس وللأحد في 217 حالة إصابة جديدة ومن ضمنها في وفيات، وصلنا بالوفيات لرقم 41. ونحن كلنا بنترقب تقرير وزارة الصحة الاتحادية بالأرقام الجديدة ليوم الأحد، إن شاء الله الأرقام تمشي لأقل، وإن شاء الله يا جماعة نقدر نساعد نفسنا بأنه نحمي نفسنا بشكل أكبر وأوسع من كده. وخليك في البيت، دي الحاجة اللي أنت بتقدر تقدمها لنفسك وللمجتمع. لحد ما ألاقيكم في حلقة بكرة، بتمنى لكم دوام الصحة ودوام العافية وفي أمان الله وحفظه.